غادي نوجدوا الكلاصاج اللي غادي نعملوا على لاطار ديالنا. كما كتلاحظوا عندي هنايا 90 غرام ديال الماء، عندي هنايا 110 غرام ديال السكر، عندي هنايا 75 غرام ديال كريم فريش، عندي 6 غرام ديال الجيلاتين جوج ورقات، عندي 30 غرام ديال الشوكولا بيضاء، عندي واحد القليل ديال ملون الابيض. ان شاء الله غادي نشوفوا الطريقه. وهنا ان شاء الله غادي نعملوا الماء ديالنا في كاسرون، السكر، وهنايا غادي نعمل واحد القليل ديال كريم فريش. هنايا هذا القليل ديال كريم فريش يمكن لكم تدخلوه صندوق الوصف غادي تشوفوا علاش عملت هاد الكريمه، يعني كاين فيديو ديالو خاص باش تعرفوا الشروحات ديال هاد الكلاصاج هذا. الطريقه واضحه ان شاء الله. هنا غادي نعملو على النار، غادي نفيضو وغادي نولي معكم. وهنا ان شاء الله غادي نجيبو هاد الاناء بحال هكذا، غادي نعملو فيه هاد الشوكولا، وغادي نعملو عليه واحد القليل ديال ملون ابيض، وهنايا غادي نعملو عليها هاد الجيلاتين. هنايا هو من بعد ما فاض لينا هاد الكريمه ديالنا مع الماء، هنايا كنضيفوه على الشوكولا وهاد الجيلاتين، وهنايا كنخلطو مزيان حتى يذوب لنا الجيلاتين وهاد الشوكولا، وهنا كنضيفو عليها هاد الكريمه ديالنا اللي بقات مزيان. وهنا غنطحنو شويه بهاد البلونجو. وهنايا كما كتلاحظوا هاد الكلاصاج ديالنا واجد. وهنايا غادي نوضعو على الطارت ديالنا كما كتلاحظوا. يعني بهذا الشكل ان شاء الله. ودابا غادي نخليوها حتى تشد راسها ان شاء الله. Thank you.